أنا أم لولدين، ابني الكبير عمره 8 سنين وعنده توحد. اليوم حابة أحكي عن موضوع كيف الأهل فيهم يستعملوا مهاراتهم اللي اكتسبوها بمهنتهم ليساعدوا أولادهم اللي عندهم توحد. الفكرة اجتني لما أول ما تشخص ابني وبلشت أقرأ كتير عن التوحد، فقريت كتاب اللي هو هيدا اسمه Autism Spectrum Disorder لشانتال سيسيل كيرا. هي عندها ولد عنده توحد، وهي كانت منتجة تلفزيونية، فحكيت عن كيف انه هي استعملت مهاراتها المهنية اللي هي الابحاث، كيف تعمل ابحاث، تجمع معلومات، تحضر لاجتماعات وتعمل مقابلات مع اختصاصيين وخبراء لتساعد ابنها وتجيب له كل شيء هو بحاجة له ليتحسن ولا يتقدم بحياته. ففكرت انا شو في انا اقدم لابني. يومتها لما كان أول ما تشخص ابني كنت بعدني أستاذة جامعة بعلم إنجليزي و communication skills، وكنت طالبة دكتوراه، فكان شغلتي هي أقرأ وأعمل أبحاث وهالأمور هاي. فاستعملت هيدي المهارة اللي عندي إياها لأدرس حالة ابني، لأنه حسيت أنه كل ما أفهم أكتر شو هو التوحد وليش بيتصرفوا أولادنا بالطريقة اللي بيتصرفوا فيها، كل ما حيكون عندي ثقة أكتر بالطريقة اللي أنا بتعامل فيها مع ابني. تاني شغلة كمان تبهت لها بنفسي، إنه أنا كنت كتير بحب مثل بمسرحيات لما كنت بالمدرسة، وبغني وبرقص، فاستعملت هالحب للمسرح وللتمثيل لألعب مع ابني وساعده بالتواصل ويحسن حكيه. فكنا نقرأ كتير مع بعض ونمثل الأدوار تبع اللي كنا نشوفهم بالأفلام أو بالكتب، وحسيت إنه هالنوع من اللعب كتير ساعدوا لابني ليتحسن بحكيه ويتحسن بتواصله مع الناس. في عندي رفيقة مثلاً كتير بتحب تحط ميك اب، وعندها بنت صغيرة عندها توحد، فبتقلي إنه هي بتقعد هي وياها قدام المراية وبيبلش تعلمها طبعاً بشكل بسيط كيف تحط ميك اب، فالبنت بتصير عم تنتبه لأمها، عم بتطلع فيها، عم بتراقبها، عم بتقلدها. هولي كتير هني أشياء أساسية بيعانوا منها الولاد اللي عندهم توحد، عندهم صعوبة بالتقليد خاصة بأول مرحلة. كمان اللي كتير مهم إنه نحنا نحاول دايما نراقب ابننا أو بنتنا لنشوف شو النقاط القوة اللي عندهم إياها والمهارات اللي هن عندهم إياها اللي فينا نحنا ننميها وتصير شغلة فيهم يستعملوها بحياتهم لما يصيروا كبار. مثلاً ابني كتير بحب الحيوانات، عنده شغف بالحيوانات، وكتير بحب الفيديوز وبيحب يحضر فيديوز عن الحيوانات. فصرت أنا أفكر إنه إذا هو عنده هالقد هالاهتمام، يا إما ممكن يصير بيطري لما يكبر، أو ممكن مثلاً يصير هو يصور دوكيومنتريز عن الحيوانات ويشتغل مثلاً بقناة مثل ناشونال جيوغرافيك. فصرت جيب له كاميرا لهو يستعملها ويصور الحيوانات، مثلاً منكون نحن بحديقة الحيوانات أو منكون مسافرين أو شيء من هالنوع، لنمي له هيدي المهارة اللي موجودة عنده. كتير مهم نعرف عن أولادنا إنه هن عندهم نقاط قوة بيكونوا كتير شاطرين فيها، وعندهم نقاط ضعف هني كتير بيعانوا منها. فبدأ بس نحن نركز على نقاط الضعف تبع أولادنا، لازم نركز أكتر على الأشياء اللي هني قوية فيها. أولادنا لو عندهم توحد بيضل عندهم شيء مميز وقوة فيها تتنمى، ويصيروا هني لما يكبروا أشخاص كتير مهمين ومميزين بحياتنا وبمجتمعنا. فدايما يكون عندكم إيمان وثقة بأولادكم.